وعايز اعوض الماتش اللي غلبته من الزمالك، فبقيت اتمرن جامد قوي. ما نزلتش على العشاء حيوم، حرمت نفسي من الاكل، لاني ازاي نخسر عندنا يعني. الاعلاميين تاني يوم طلعوا وقالوا كابتن جاري بيقول احنا رايحين عشان نطلع على 13. بعد الكوره دي في حياتي هي الوحيده اللي انا وانا ماشي الطريق ده كله عمال اقول شمال تحت شمال تحت شمال تحت، ماشي كده عمال اقول اسمع لنفسي. هي راحت في ارتفاع في مكان الناس ما شافوهاش، يعني من قوه الكوره احنا مش شفناش الكوره راحت فين، احنا الناس فهمت الكوره فين. راح جمال عبد الناصر وطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم انه يساعدوه في انه مصر تفرض نفوذها في افريقيا عن طريق كرة القدم، فكانت النتيجة هو تأسيس بطولة امم افريقيا لكرة القدم، والوفد رجع بيقول لجمال عبد الناصر ان هم نجحوا في تنظيم البطولة واول بطولة هتتعمل في مصر. وصار عبد الناصر وغضب غضبا شديدا من اعضاء الوفد المصري وقال لهم انا ما عملتش البطولة علشان مصر هي اللي تنظمها، البطولة تتلعب في السودان في الخرطوم مش في القاهرة، واقيمت اول بطولة امم افريقيا في الخرطوم بامر من جمال عبد الناصر. احنا كنا قبل مغربين من الزمالك، وقعدت في البيت اسبوع ما روحش، فراحوا جابوني من البيت، البيت كان قصاد النادي، قالوا لي تعالى ما هتفوزش غير عبد الجليل. فرحت اتمرنت وعايز اعوض الماتش اللي غلبته من الزمالك، فبقيت اتمرن جامد قوي. عبد الجليل لعب اول ماتش كسبنا 4-0، رحت انا لاعب الفاينل، يعني كنت فورمه لدرجه ان انا لعبت الفاينل، وطلعت كورة في آخر دقيقة من المقص، كان واحد اسمه صديق منزول، كورنر اترفع أخدتها، لعبتها للشربيني، شربيني بيلعبها لصالح سليم، عدت على عصامرة عاملها دبل كيك راحت داخلة جون، وطلعنا ناخد الكاس بالبشير، البشير قال لنا ما تستحقوش الكاس ده لأنكم ما لعبتوش كويس، أه والله. وما خدناش ولا مليم. فوق ان شاء الله ترتفع دائما. وقتها ما كانش حد يتذكر 59 دي خالص، يعني ما كانش حد موجود. فاعتبرنا يمكن دي اول بطوله هتاخدها مصر بالنظام الجديد، يمكن زمان كانت تلعب ماتش واحد وتلعب على النهائي بعد كده، لكن كان نظام مجموعتين. احنا عانينا في البطوله دي، عانينا جامد جدا. البدايه كانت تفتح يوم جمعه، صلينا الجمعه خرجنا من الفندق على المسجد، كانت الماتش بدري الساعه 2 على ما اعتقد الافتتاح او حاجه زي كده، اول مباراه اتغلبنا 1-0 في الافتتاح. شوف بقى المشكله الكبيره جدا، هو كان السنغال، وفوجئنا يعني كان عندنا ثقة كبيرة جدا، وبنلعب في ملعبنا واستاد القاهرة ومش مقدرين السنغال. خطرة جدا، خطرة خطرة جول، خطرة جول، خطرة جول بدماغه. أنا فاكر أنا ما نزلتش على العشاء حيوم، حرمت نفسي من الأكل، لأني إزاي نخسر عندنا؟ إزاي البلد تكون كده؟ إزاي نحرج جمهورنا؟ لعيبة مصر كالعادة كان إيه؟ واحد من الزمالك، واحد من الأهلي، واحد مش عارف إيه، لكن ما كانوش فيه الانسجام أو الخضة أو الثقة اللي جات لهم بعد لما خسروا أول ماتش. خسارة أول ماتش ده هو اللي وحد الصفوف. قعدنا مع بعضنا بعد الماتش ده، قدامنا ماتشين، ساحل العاج وموزمبيق. مفيش حل غير إن إحنا نكسب. وعانينا في ماتش ساحل العاج. في الأواخر كسبنا بجول بهدف لشوقي غريب، وبعد الهدف الثاني جمال حميد. وبعد كده ماتشين 2-0 ضربوا زيت خارج منطقة الجزاء. يلا يا طاهر، يلا يا طاهر، وطاهر رقص وبرجله اليمين.
الجول التاني، الجول التاني الظاهر ابو زيد. قابلنا المغرب، انا من المواقف اللي ما انساهاش ان كابتن شحته كان بيبكي واحنا نازلين المباراه، والمغرب كان خرجونا من كاس العالم 2-0 هناك، والمغرب بايه بافرادها والمغرب بقوتها، وكان واصلين كاس عالم. قلت له خليها على الله يا كابتن شحته، هنكسب ان شاء الله، وكسبنا بعد افطار ابو زيد. طاير ابو زيد شاط. بعد ماتش المغرب اللي كسبناه اللي قبل نهائي عشان نوصل نهائي، ما عرفناش نوصل الفندق خالص، فضلنا في الملعب ما عرفناش نوصل الفندق من الناس، شالوا الاتوبيس ووصلنا نهائي مع الكاميرون، والكاميرون وما ادراك ما الكاميرون. كان في جيل كبير جدا في الكاميرون، ميلا والجيل العظيم بتاع الكاميرون، وكسبنا طرادق الجزاء، وكان في توفيق وكان ممكن يكسبونا. بطولة بص رحتها وانت يعني الناس كلها رامية طبطة، ما شفتش كلمة حلوة من حد وانت ماشي، الصحافة كلها بتنقد فيك انتقاد شديد جدا، تنقد في كابتن جوهر انتقاد شديد جدا. كابتن عمل اجتماع لجميع الصحفيين ولجميع الاعلام، وقال يا جماعة احنا ترتيبنا حاليا ترتيبنا 13 على افريقيا، ف هو كان بيوضح الصورة لها. فالإعلاميين تاني يوم طلعوا وقالوا كابتن جوهري بيقول إحنا رايحين عشان نطلع على 13، والناس طبعا شتمته شتيمة مش انتقادته، شتمته. كابتن جوهري قال إحنا رايحين ننافس على كاس أفريقيا، سيب الجرايد كلها تقول إن إحنا هنطلع على 13، أنا مش هرد عليهم. كابتن جوهري كان عنده إيمان بينا بشكل كبير جدا، وكان بيقول لنا وإحنا في تايلاند إن إحنا هنروح نعمل حاجة كويسة. أما روحنا كظروف صعبة جدا جدا جدا، لأنها كانت في كانوا قاعديننا في فيلل زي المقابر، ومفيش المية بتيجي ساعة في اليوم. في الساحة العكس فاتت فرقة قوية جدا جدا، ماتش كان صعب قوي، كان ماتش تكتيكي بحت يعني. سواء تلعب 120 دقيقة في بوركينا في الجو ده، وكان ماتش صعب جدا، انا كنت رابع يعني، كانت جوريك حطتني رابع مش الاخير، وبعدين خلاص انا الرابع وطارق مصطفى الخامس، وبعدين فجأة قبل ما نلعب راح كابتن جوهري مشقلب قال لك لا حازم خليك انت الخامس وخلي طارق الرابع. سبحان الله يعني، عشان انا اللي اشتهر يعني، انا بتصيط يعني. وانا داخل مش شايف حاجة يعني، انا عامة في بلنتيات ما بحددش هشوط فين، دايما بشوف ابص الجون هيلعب هيعمل ايه واحط في ساعتها يعني، باخد القرار وانا في لحظتها، مبقاش محدد انا هشوط يمين او شمال. ما عدا الكوره دي في حياتي هي الوحيده اللي انا وانا ماشي الطريق ده كله عمال اقول شمال تحت شمال تحت شمال تحت، ماشي كده عمال اقول اسمع لنفسي عشان ما اغيرش تفكير. تلاقي الاربعه اللي قبليه كلهم شاطوا في حته والجون راح في حته، يعني كلهم شاطوا كويس جدا، انا الوحيد اللي راح معاه الجون وكان هيصدها. انا الافضل في فتره ما قبل المباراة، افضل في شوط ضربات الجزاء، انا من اول بتحط الكره في زاويه بقوه، الجول حتى لو راح معاها ممكن تاخده وتخش يعني، فحطيتها بقوه يعني، حتى لو هو راح معاها كانت هتاخده وتخش بيها الجول، كانت الارض منديه ساعتها، انا لما دخلت هي فتح وش رجلي فتح مني، انا باخد الكره وش رجلي فتح اللي بره سن، هي راحت في ارتفاع في مكان الناس ما شافوهاش يعني، من قوه الكوره احنا مش شفناش الكره راحت فين يعني، حتى الناس قالت الكره فين، كنت انا فاقد اعصاب يعني، حتى بعد المباراه انا قعدت يعني في حاله بكاء، ضغط عصبي رهيب، وبعد الناس اللي شافت كلها وفقوا ان هم يسجلوا وفقوا ان هم يعوضوا.
منتخب اللي هو فيه لعيبه تخض باسعارها تخض، تلعب في انديه كبيره جدا. منتخب انا كنت شايفه ان هو من اقوى منتخبات في العالم، لكن لما تشوفهم بيلعبوا غينيا في دور الثمانيه وبيكسبوهم 5 وما عرقوش، يعني ما عرقوش، يعني طالعين بتشيرت ما عرقش. منتخب غينيا المفروض كان منتخب قوي، بس تخيل منتخب غينيا اللي احنا شايفينه قوي كدوار تمسكها تديها 5، فاحنا القلق يعني زاد شويه. احتفال الدروجبا طبعا مستفز جدا جدا، بس هو كان شايف ان برضه منتخبه منتخب قوي، فالموضوع ممكن كان وصل معاه اللي هو للغرور شويه. احنا المفروض بعد 3 أيام هنلعب المنتخب ده اللي كسبان غينيا 5 وفي دور 8 وما عرقوش، فتخيل بقى انهم لو عرقوا قدامنا وبهدلوا نفس، يعني جريوا شويه وعملوا وجود قدامنا، وده يمكن اللي خلانا نركز اكتر عشان احنا حسينا بقوه منتخب كوت ديفوار، خلانا نركز اكتر ونقدر المنتخب القوي جدا ده يظهر قدامنا بشكل احنا يعني في فوارق. كنا قلقانين، كل البعثات كانت قلقانه، قلنا الموضوع هيتلم او هيحصل اي حاجه تدخلات او اي حاجه هتحصل ان لا منتخب توجو هيكمل والبطوله هتبقى عاديه. فلا مع الوقت بيعدي، لا منتخب توجو سافر خلاص مش موجود، فكان امر واقع. فكلنا قلقنا، كنا عايزين حاجات تطمن اللعيبه والجهاز او البعث او السفاره، كان كله بيحاول يطمن كله، يعني كلنا عايزين كبعثه قاعدين مطمنين. السفاره طبعا والجهاز الفني واللي كانوا مسؤولين عن المنتخب في الوقت ده كان كل شغلهم انهم يحاولوا يوصلوا للبعثه لا اطمنوا ما فيش كلام، دي حاله طارئه كده والموضوع فيها امان يعني. والحمد لله قد كان يعني، والبطوله كملت وكسبنا البطوله كانت ايام سعيده بصراحه.